السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اول حاجه بغيت نشكركم بزاف بزاف على اللي خدتكم عليا كاملين، وتستاهلوا كل خير اختي. اليوم ثاني اخر فيديو في الصوت ديال الجلالب، اخر فيديو في الصوت ديال الجلالب ديال 500 درهم وحتى 450، كما شفتوا هذه 9000 ريال 450 درهم. كنا هذه لابسه عجبتني ملي لبستها، شوفوا لي الخدمه ديالها. توب كرونه والكريب بروميير غايبان لكم، توب غير من هاد الطويات كيبان زي هكا. هادي اكس ال والال، تلبس الاكس ال والال، مخدوم هكا نص طوق. بعدا كنشوف لكم نص طوق تحتها بالطريسنات، تفتيحات صغيورين في الجناب. هادي 9000 ريال. بالنسبه اللي بغات تجي للمحل وتقيس راسها وتشوف الثوب كلشي على عينيها، المحل في مدينه كازا في حي مولاي رشيد، الاقامات ديال البيضاء مقابله مع مدرسه ترميدي، واللي بعيده وبغات التوصيل كما العاده مش مشكل، كدوزي على الواتساب تاخدي النمره اللي حاطه لك هنايا في الفيديو، وان شاء الله ان شاء الله يكون خير. كنتواصلوا معكم، كنصيفطوا لكم الامانه ديالكم حتى لباب الدار. واول حاجه غادي نبداو بهاد الجلابه هذه، شوفوا لي هاد الخدابه الخزي، هذه فيها افتحات هكا في الجناب، شوفوا لي اللوينات اللي داخلين كيحمقوا. هذه 500 درهم 10000 ريال، هانتوما فيها طريزه في افتحات بجوج من هنا ومن هنا، وكميام وستر وكلشي. اللي عجباتها هذه ما عليك غير تسكريني وتصيفطي ليا في الواتساب، وديك الساعه غادي نجاوبك ان شاء الله. نشوف لكم شحال فيها في عبار السطر، يمكن تقدر تكون 30 يعني دوب 30 في السطر و 32 في ليونش، 30 في السطر و 32 في ليونش اللي بغاتها. مرحبا، ها هي كاين هذا الموديل، هذا حتى هو تيجي زوين ونلبسه ومختلف واحد شويه. فيها اختي الكترفيل التاج وطريزه ديال المخ. عندي هذا الموديل فيه جوج، فيه جوج تلوان، هذا ما منبتش وهذه منبته، وبحال بحال اختي ماشي مشكل، جوجهم كيبقاو 500 درهم بلا ما نزيد عليكم في هذه ديال التنبات. هانت اللي عجبك سكريني وصيفط لي. شوفوا هذه اللي منبته كتجي كامله كتبري، اللي عجبها شي لون. هانت اختي عجبك هذا سكريني وصيفط لي، عجبك هذا سكريني وصيفط لي. وندوزو عاود لهاد الجلابة هادي، بلو جين طرز ديال رباطي. بالنسبه لي قالت لي انا غنبقى تكملي الفيديوهات كاملين ديال الصوت باش نشوف كل شيء، هذا اخر فيديو صافي ديال الصوت. امكانك دابا تختاري من هذا الفيديو اولا ترجعي لجوج فيديوهات اللي قبل منه، وحتى اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل دخلوا شوفوهم، حطيتهم لكم متابعين، كل نهار كنحط لكم واحد باش تقدروا تختاروا، يقدر يكون عندكم لو شوا فين تختاروا. تبارك الله ما شاء الله على عدد كبير، اللي ما لقاتش في هذا الفيديو غتلقاه في الفيديو الاخر. شوفوا لي هذه 500 درهم، هانتوما بلاستيك كميمات، القب مدوبل بالتليجه، جيبه خطيره. وهاد الثمن كما قلت لكم غنقولها ونعاودها حتى في هذا الفيديو، هاد الثمن غيبقى غير صالح لمده حتى لذكرى المولد النبوي الشريف، يعني من هنا للعيد ان شاء الله فقط، مور عيد الميلود او لذكرى المولد النبوي الشريف غيرجعوا لاثمنتهم الاصليين، غيرجعوا كلشي 600 درهم 700 درهم ثمنهم العادي. دابا عندي شي اصلاحات في المحل، بغيت نقص عليا شويه السلعه، قلنا نديرو برومو نديرو سولد، وحتى كلياني كلشي تيقول لي حنان ما درتي لنا حتى شي سولد من رمضان، داكشي علاش صافي شي جا على شي وانا ندير سولد، ودرت سولد خطير ماشي اي سولد صراحه، نقصنا فيهم بزاف. شوفوا لي هذا الموديل، هذا كيجي عين عقده من السوق، طرز ديال رباطي بالصم، جات بحال هكا فنة فنة هاد التيوار. المهم لي عجباتها شي حاجة ما عليك غير تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب، مبقاش كيفاش ندير باش نبينها ليكم كاملة. غادي نعطيكم قياساتها،
هادي فيها 28 بستر و 29 ليونش هادي. ومعانا اختي هاد الموديل هذا حتى هو ديال بوانتي كارلو، فريزر جديده هادي. والكراب دائما البروميان. بالنسبه للخدمه راه كنخدموهم راسنا اختي بيدينا، ماشي شي حاجه زعما اللي ديال السوق. هادي قطيب برشمان وهابطه فيها خديمه هانتي. واللي عجبتها شي حاجه بطبيعه الحال معلك عيد سكريني ودوزي عندي الواتساب. كاين هاد الغوز هذا، كيجي على هاد الشكل. دخلت ليها الموف مغلوق والموف مفتوح، ديكراديات ديال التوب. والخديمه شوفوا ليا الوسط بلاصه العقيدات كاينه واحد الكوغمات كتخدم باليد، تخراس هذاك باليد. ونفس الطريزه كاينه في هاد الزيتي هذا. هاديك الاخرى درناها للسوق، هادي مخدومه قطيب برشمان كامله، هابطه حتى لتحت قطيب برشمان. وانا اختي برعتكم في ثلاثه الفيديوهات، واش بغيتوا تسالوني ما نسالكم هنا ثاني حتى رمضان الجاي ثاني ان شاء الله لو بقينا في الحياه. ما كاين غير لي صولد. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على القميصات، القميصات راه كاينين ديال 300 درهم، ديال 250 درهم، كاين قمايص جوهره، كاين قفاطن ديال الكريب، ديال الحضور، ديال كل نهار، موجود الخير. راه غير انا وليت كنعكز نصور في اليوتيوب، وليت كنغبر عليكم واحد شويه، ولكن هاد المره ملي رجعت انا اختي رجعت لكم بصوت وشي حاجه اللي غزاله. موجود الخير. الناس اللي كتجي للمحل كتقدا شي وحده كتجي للمحل تقول لي حنا قبل صورتي لنا هادشي، غير مع الخدمه والوقت هادشي اللي كاين. ملي كنلقى شي بقيته راه دابا بزز باش خديت هاد وقت الغدا سديت المحل باش نصور. شوفوا لي هادي حتى هي 500 درهم. هاديك اللبسه كتجي زوينه اللي عجباتها معاك اختي غير تصوري ودوزي عندي الواتساب. كاين هاد الصومو اولا، هذا تا هو واحد الصومو اللي بارد ما بين الصومو والغوص. شوفوا الخدمه ديالها، الخدمه ديال المعلم، خدمه بالرقيق، شي حاجه اللي غزاله. يلا سريعوا سريعوا قبل انا فاد الكميه. هذه تاهي 500 درهم، الفيديو كله 500 درهم، عاد هذه اللي لابسه انا اللي قلت لكم 450 درهم. هذه والكرك ديالها غزال. شوفوا لي هذه تاهي، هذا الموف واللوينات اللي دخلنا. وبالصحه والراحه اختي مسبقا لكاع الناس اللي خداو، صحة وراحة وشكرا بزاف على الثقة ديالكم، وتستاهلوا كل خير صراحة. كاين هاد نواغ، هادي مخدومة بالصم بيض وبالحرير كري، هانتوما مخلط الصم والحرير. جات هي غزالة تبارك الله، فيها طريزة حتى اللون في القب، طريزة جيدة في القب. 500 درهم. اللي عجبتها شي حاجه سكريني وصيفطي لي. كاين هادي هاد الموديل اللي خدمته حتى هو، واخا هادي كتقام شويه قاصحه ولكن ماشي مشكل، ماشي خساره فيك كما كنقول. هادي حتى هي 500 درهم خزانيه هادي. وبقات هاد الترابي، هاد اللوين غزال، هذا راه معاها شال ديالها، فولار، فولار بوحدو 50 درهم، وجلابة 500 درهم، مخزانية هادي. وكيما قلت لكم بالصحة والراحة لكاع الناس اللي خداو. واللي باقي ما خداوش دوزوا للمحل وتواصلوا معايا ولا رجعوا للفيديوهات. غير سكريني، من ديري سكرين ديري حتى ثلاثه الجلالب اللي عجبوك زعما، باش هكا من دوزي عندي الواتساب. اللي ما لقيتهاش نلقى لك هذه، اللي ما لقيتش هذه نلقى هذه. شحال وحده كدوز كنقولها سيري شوفي الفيديوهات ودوزي عندي الواتساب، كترجع كتجي معاها بعاد جلابات تقول لي شوفي في هادو اللي قدي واللي باقا كاينه عندك باقا ما تباعتش، صافي كنعزل ليها اللي باقا.
ومرحبا بكم والف مرحبا. هذا مكان وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى لي لايك اللي كتخليو ليا. ما تنساونيش تفاعل الفيديو من لي لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف الفيديو الجاي ان شاء الله. وكما قلت لكم هذا اخر فيديو في لي سولد، صافي يعني خدامين على هذا الشيء دابا اللي صورت لكم. هاد 3 ايام هما اللي كنبيعوا فيهم ان شاء الله. بالنسبه للجديد غيكون حتى المور العيد ان شاء الله، نبداو بالجديد ديال البرد ان شاء الله.